للحديث عن الموضوع عندنا معنا عبر الهاتف المحامي خميسي عثمانية. أهلا بك أستاذ، وجمعة مباركة. أهلا وأنت زاد سيدتي الفاضلة. شكرا. إذا أكيد تابعت من خلال قناة النهار التغطية التي أفردتها لهذه القضية وطريقة تفكيك هذه الشبكة. كيف رأيتم كرجال قانون تطورات القضية بعد الكشف عن أسماء منها من ممثلين إعلاميين وصحفيين؟ أولا سيدتي الفاضلة دعيني أقول أنه كقانوني وكحقوقي كل أتمنى كما يتمنى الجميع أن يتمتع كل فرد بحرية الرأي نتاعو، أنه كل شخص يعبر على رأيه وينتقد ويقول رأيه بكل شفافية وبكل حرية أمام الجميع دون خوف ولا رعب. هذا حق لكل مواطن، ولكن استعمال هذا الحق دائما نقول أنه يجب أن لا يتعدى الحدود التي تمنحها حرية الفرد ليصل إلى المساس بالآخرين، سواء المساس في شرفهم أو في كرامتهم أو في أموالهم أو في أجسامهم. كل هذه حقوق أيضا مقابلة يحميها القانون، وبالتالي نقول دائما أن الإنسان يمارس حريته ويمارس التعبير على رأيه ولكن دون المساس بالآخرين. فيما يتعلق بما حدث بالنسبة لمجموعة من الأشخاص الذين أصبحوا يستغلون صفحات الإنترنت من أجل المساس بشرف الآخرين واعتبارهم، احنا نقول دائما أن هذه جرائم، تشكل جرائم سواء في القانون الجزائري أو في القوانين المقارنة، هذه تشكل جرائم ويفترض أن القانون يعاقب عليه كل شخص يأتيها مهما كان هذا الشخص، سواء المكان اللي يتواجد فيه أو الصفة نتاعو. ولهذا احنا من قراءتنا لمجريات القضاء القضيه نتمنى انه كل شخص اللي الحق باش يمس بشرف واعتبار الاشخاص انه ينال الجزاء نتاعو اللي قرره القانون، فقط انه يثبت عليه بطبيعه الحال بادله قطعيه. يعني بالامس فصيله الابحاث لادارك الوطني يعني قامت ب نقولوا عمل احترافي، يعني كيف تساعد تحقيقات ادارك الوطني القانون؟ بطبيعة الحال الدرك الوطني سواء كل المصالح، مصالح الضبطية القضائية التكييف القانوني السليم اللي مكلفة بالبحث والتحري في الجرائم، لديها تقنيات علمية، تقنيات تكنولوجية، ولديها أيضا معلومات تتوصل إليها، وسائل كثيرة للبحث والتحري في الجرائم. فيما يتعلق بهذه الجريمة اللي تعتبر من الجرائم المعلوماتية، عندنا مصالح في الضبطية القضائية اللي عندها الإمكانيات العلمية والتقنية لتكشف بها على هذا التواصل أو التعاملات أو الاختراق أو التعدي على خصوصيات الأفراد في الإنترنت، لديها من التقنيات ما يكفي، وبالتالي فهي بإمكانها أن تكشف التعاملات وبطبيعة الحال تكيفها إذا كانت مخالفة للقانون أم لا. وأعتقد أنه كل استعمال الإنترنت كتكنولوجيا هو مشروع، ولكن استعماله في المساس بالآخرين، في مساس بشرفهم وبكرامتهم وبحقوقهم المحمية دستورا، هذا الذي يشكل جرائم. وبالتالي كل شخص يأتي جريمة ينتظر العقاب. المشرع لما دار نصوص قانون العقوبات دارها لمن يتجاوز حدوده للمساس بالآخرين، وأعتقد أن هذه صورة أخرى من المساس بحقوق الأفراد وكرامتهم. نعم، يعني حسب مجريات القضية في العدالة يعني دائما ما هناك يعني أسماء جديدة تظهر، يعني شفنا هناك إعلاميين، كوميديين، رياضيين حتى، يعني دائما ما يعني أبعاد هذه القضية لا تزال مستمرة والتحقيق لا يزال مستمر. يعني هناك متورطين بصفة مباشرة وغير مباشرة، يعني هناك متورطين قاموا ربما كانوا يستعملون كوساطة من أجل يعني توصيل أموال إلى المدعو أمير ديزاد. يعني كيف نعم يتعامل القانون مع هذه المتورطين؟ هو الجريمة المعلوماتية معروف أن الجريمة المعلوماتية في الوقت الحديث تعتبر تقريبا من الجرائم العابرة للحدود، اللي يقدر يرتكبها عدة أشخاص من جنسيات مختلفة وترتكب من أشخاص من أقاليم أيضا مختلفة ومن دول مختلفة، وبالتالي فهي تعتبر جريمة خطيرة وجريمة دولية في الحقيقة. ولهذا لأنه الكشف على ملابساتها ربما والأشخاص المتورطين فيها ربما سيأخذ وقت طويل، ولكن هذا ما يمنعناش أننا نقول أن القضية اللي غير موجودة على مستوى بالنسبة لكثير من الأشخاص سواء كانوا فنانين أو رياضيين
نقول أنهم ما زالوا يتمتعوا بقرينة البراءة، هم أشخاص مشتبه فيهم، هم أشخاص أمام القضاء ولكنهم ما ثبتتش إدانتهم بصيغة قطعية، وبالتالي هم يعتبرون متهمين، والمتهم في المنظور القانوني يعتبر بريء حتى تثبت إدانته بحكم، وبالتالي هم ما زالوا يتمتعون بقرينة البراءة، هم مشتبه فيهم، هم محل التحقيق، ولا يجوز لنا أن نناقش مسألة التحقيق بالنسبة إليهم، ولكن نقول أنهم وجود أشخاص مشتبه فيهم، التحقيق يأخذ المسألة نتاعو ثم يثبت التهمة ضد أي شخص، اللي ثبتت ضد التهمة بطبيعة الحال سيخضع للعقاب، اللي ما ثبتش ضد التهمة سيبقى يتمتع ببراءته. نعم أستاذ خميس عثمنة، يعني لو نأخذ على سبيل المثال أخ أمير ريزاد الهواري بوخرس، يعني اعترف أمام وكيل الجمهورية أنه تلقى أموال نظير الابتزاز والتشهير. سيدتي الاعتراف صحيح في القانون نقول ان الاعتراف سيد الادله، هو يعتبر اقرار، وكان الشخص يقرر، ولكن هذا الاقرار في المنظور القانوني هو دليل كغيره من الادله يمكن مناقشته، ولكن مبدئيا نقول اذا كان فعلا هذا الشخص اقر على نفسه معنى هذا انه اقام دليل على انه فعلا ارتكب هذه الجريمه، وبالتالي لما يقوم الدليل ضد شخص معنى هذا انه يفترض ان يخضع للعقاب. نعم شكرا لك أستاذ خميس عثمنا المحامي على كل هذه التفاصيل، شكرا جزيلا لك.